شفت الخبر ده؟ خليني أشوفه أنا وإنت. أوكي؟ ريلي شو مكتوب؟ الفن أهم من شيوخ المساجد، بس ناقص تكملة كمان. ما هو كده، أنا بس عاوزاهم بس يصغروا كده ونشوف. لا أنا أقول لك الباقي. تعليقك الفن عن السرحان في الصلاة لم يكن موفقاً. قلت بمعنى أو بآخر أنه الفنان ممكن يكون أفضل من الشيخ أو يوصل الصوت بطريقة مختلفة. ما هو كده احنا بنتكلم في موضوعين، هو السرحان في الصلاة. أنا ما كلمتش على السرحان في الصلاة. أنا كلمت على السرحان في الخطبة بتاعت الجمعة. أنت قلت يسرحوا في الصلاة. لا ما قلتش في الصلاة. أنا مش علاقة جوه الصلاة، أنت بينك وبين ربنا، أنا مش هقدر إن أنا أتدخل في ده. لكن أنا بقول طيب خطبة الجمعة هي خطبة الجمعة. طيب خطبة الجمعة مش هي صلاة؟ هي ومش درس تعليمي؟ لا خطبة الجمعة مش صلاة. خطبة الجمعة ده درس تعليمي، خطبة بيحس فيكي دينك، بيقوي فيكي دينك، بيديكي معلومات عن دينك، بيديكي أمثلة عن عظماء دينك. فهو ايه اللي قصدته؟ ايه يعني ايديك كيف تجوز المقارنة؟ طبعا مقارنة. إيه؟ طبعا مقارنة. إيه؟ طبعا يعني مقارنة. انا لما اقول ان الفن اهم، هم الناس خدوها ان هي افضل، ان هي احلى، ان هي احسن، خدوها في هنا. لكن انا اقصد ان هي اخطر، انه ممكن توصل الرسالة بشكل اسرع. ده اللي قصدته. اسرع طبعا. أنا قلت بس الناس ما كانت راضية على الموضوع. براحتهم. أنا في النهاية خليني أشوف كم تعليق. لو جاهزين عندكم خد فكرة. ليس كل واحد صار فنان يعني يفهم. يا ريت أنت اللي تفهم. يا ريت أنت اللي تفهم أنا قصدي إيه. يا اللي كاتب أنا ما أعرفش اسمك إيه. أنا بربي أولادك، مش أنت اللي بتربيهم، ومش شيخ المسجد اللي بيربيهم، ومش دكتور الجامعة ولا المدرس في المدرسة. أنا اللي بربي أكتر من أي حد، لأن أنا اللي بدخل البيت. بتبقي حضرتك في المطبخ وبيبقى هو في الشغل، وأنا اللي قاعد مع أولادك. أنا اللي قادر أوري لهم الحاجة الكويسة أو أحط فيهم أفكار مش كويسة. يبقى مين اللي بيربي هنا؟ صدقيني أنا ما بربيش أولادي قد ما زمايلي بيربوهم الممثلين. طبعاً يبقى أنا لما أقول إن الفن أهم يعني ناخد بالنا من هنا، ما ناخدش بالنا من 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 شيخ المسجد، لأنه أكيد هيقدم توعية، لأنه أكيد هيقدم نصيحة مهمة وكويسة. دكتور الجامعة أكيد هيقدم مادة علمية تستفيدي منها. لكن خلي بالك من الفن، لأن الفن ده ممكن يوجهك، ممكن يحطك في حتة ويحط أولادك ويربي أفكار أنت هتتفاجئ بيها بعد كده. فعشان كده بقول إن الفن أهم وأخطر، وده كان جاي في السياق اللي أنت قصدته. اللي أنا قصدته.